بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلبة الأعزاء، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. اليوم جبت لكم تقويم تشخيصي لسنة أولى ثانوي، وفيها أيضا مراجعة لدروس السنة الرابعة متوسط. إذا إليكم الأربع تمرينات، اللي يحب يحاول فيه ما عليه إلا أن يقف الفيديو ثم يحاول فيه. إذا التمرين الأول على القاسم المشترك الأكبر يقول: احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 304 و1260. ثم سؤال ثاني: اختزل الكسر 304 على 1260. التمرين الثاني على المعادلات والمتراجحات، إذا يقول: حل في R، أولا المعادلة 8x زائد 4 تساوي ناقص x زائد 22، المتراجحة هي ناقص 3x زائد 5 أقل أو تساوي من x زائد 9. إذا ما حبيتش نكثر لكم في التمرينات والأمثلة، لأنني سأأخذ الوقت الكافي لشرح المعادلات والمتراجحات وكيفية حساب القاسم المشترك. إذا الطريقة هي نفسها، إذا حبيتوا تدربوا ما عليكم إلا أن تنوعوا من التمرينات. التمرين ثم فقط ملاحظة على المتراجحة، لازم نمثلوها بيانيا. راح نشوف ما معنى تمثيل حلول بيانيا. التمرين الثالث إذا يقول: بسط العبارة التالية. العبارة الأولى أو هي الوحيدة هي A تساوي 26 على 4 تقسيم 2 على 5 زائد 5 في 7 على 2. ثم بعد ذلك السؤال الثاني: اكتب B على شكل A جذر B مع A و B عددين طبيعيين. عبارة B هي 3 جذر 75 زائد 2 جذر 48 ناقص جذر 12. إذا نفس الشيء، ما حبيتش نكثر لكم الأمثلة، راح نشرح الطريقة بأدق التفاصيل. أخيرا التمرين الرابع يقول: اختر الإجابة الصحيحة. إذا كاين جدول فيه العبارة الأولى 4x مربع ناقص 1، إذا تختار من بين الإجابات التالية الإجابة الصحيحة. إذا هنا مثلا الإجابة الأولى هي 2x ناقص 1 كل مربع، الإجابة الثانية هي 2x ناقص 1 في 2x زائد 1، الإجابة الثالثة هي 2x زائد 1 لكل مربع. العبارة الثانية هي x مربع زائد 8x زائد 16. الإجابة الأولى هي x ناقص 1 ناقص 4 لكل مربع، الإجابة الثانية هي x زائد 4 في x ناقص 4، ثم الإجابة الثالثة هي x زائد 4 لكل مربع. ثم بعد ذلك هنا نسيت سؤال، ثم قلت لكم هنا يقول: نصف العدد هذا 14 في نصف الكل أس 5 هو يا إما 7 على 1 أس 5 أو 7 في نصف الكل أس 1 نصف الكل أس 4، ثم الإجابة الثالثة هي 7 أس 5. أخيرا مثال أخير: x مربع ناقص 4 على x ناقص 2، طبعا x لازم يختلف عن 2، هو x ناقص 2 أو هو x زائد 2، أو الإجابة الثالثة هو x مربع ناقص 2 على x ناقص 1. إذا هذه هي التمرينات الأربعة. إذا بالتوفيق للجميع، نتمنى فقط أنكم تحاولوا فيها ثم تولوا للحل النموذجي. إذا نبدأ على بركة الله في التمرين الأول. إذا لحساب القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين 304 و1260، أو بمعنى آخر هو البي جي سي دي ل 304 و1260. إذا الترتيب في كتابة البي جي سي دي غير مهم، ممكن نكتب 304 1260 أو 1260 و304. الترتيب مهم في استعمال فقط، يعني دائما نقسم العدد الكبير على العدد الصغير. نبدأ على بركة الله. إذا ندير القسمة الإقليدية تاع 1260 تقسيم 304. إذا ممكن استعمال الآلة الحاسبة. إذا كي نقسم 1260 على 304 راح يخرج لي العدد 4، والباقي راح يكون 44. ثم بعد ذلك نتابع القسمات المتتالية، راح نقسم المقسوم عليه اللي هو 304، دائما هذا هو الترتيب، تقسيم الباقي اللي هو 44.
اذا كي نقسم 304 على 44 راح تخرج لي 6، والباقي كم ممكن استعمال؟ طبعا الآلة الحاسبة راح تلقاوها 40. ثم بعد ذلك دائما نقسم المقسوم عليه اللي هو 44 على الباقي اللي هو 40. شحال يمد لي؟ راح يمد لي 44 تقسيم 40 يبقى 1، 1 في 40 40، والباقي 4. نتابع الآن، راح نقسم 44 عفوا 40 على 4 على الباقي، دائما هذا هو الترتيب. راح يخرج لي 10، هنا الباقي راح يكون 0. إذا نكتب هذه القسامات المتتالية أفقيا نتحصل، إذا بعد ما كتبناها هكذا أفقيا، إذا ما هو القاسم المشترك الأكبر للعددين؟ هو آخر باقي غير معدوم. هنا الباقي راح 0، ندي نطلع الفوق، إذا آخر باقي غير معدوم هو 4. وبالتالي نكتب القاسم المشترك الأكبر للعددين 304 و 1260 هو 4. أتمنى فقط أن تكون الطريقة واضحة. ننتقل على بركة الله إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: اختزل الكسر 304 على 1000 عفوا على 1260، إذا كم يساوي؟ هنا في هذه الحالة بعدما حسبنا القاسم المشترك الأكبر، دائما لاختزال الكسر راح نقسم البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر للعددين. احنا لقينا القاسم المشترك الأكبر للعددين هو 4، إذا نقسم البسط على 4 ونقسم عفوا هنا تقسيم على 4، إذا نتحصل، إذا بالآلة الحاسبة دائما نتحصل على الكسر الغير قابل للاختزال اللي هو 76 على 315. إذا الكسر اللي تحصلنا عليه 76 على 315 راح يكون كسر غير قابل للاختزال. فقط ملاحظة بالنسبة للاختزال، وسبقت وضعت في قناتي على قناتي فيديو خاص فيه اسمه 3 طرق لتعلم الاختزال الكسور، إذا أنصحكم أن تعودوا إليه لمن لم يفهم جيدا أو عنده مشاكل في عملية اختزال الكسور. التمرين الثاني هو على حل المعادلة في R. إذا أي معادلة نحب نحلها في R دائما نفس الخطوات، نضع المجاهيل من طرف والمعالم من طرف. هنا عندي المجاهيل كاين 8x وهنا ناقص x، إذا ننقل ناقص x إلى الطرف الأيسر، وش نتحصل؟ نتحصل على 8x زائد x، والأعداد من طرف من الجهة اليمنى راح نتحصل على 8x زائد x تساوي 22 ناقص 4. لماذا؟ بعدما نقلت زائد 4 الجهة اليمنى اليمنى راح يولي لي ناقص 4. نتابع، إذا 8x زائد x 9x تساوي 22 ناقص 4 18، نقسم على 9 باش نتحصل على x، إذا تولي لي 18 على 9 وتساوي 2. إذا حلول هذه المعادلة هي x تساوي 2. نتابع، إذا نكتب s يساوي العدد 2. الآن ننتقل على بركة الله إلى السؤال الثاني الذي يقول: حل المتراجحة في R. بعدما كتبت المتراجحة تاعي ناقص 3x زائد 5 أقل أو تساوي من x زائد 9، نفس المبدأ ندير المجاهيل من طرف والمعالي من طرف، إذا تولي لي عفوا ناقص 3x خليها في مكانها، انقل زائد x إلى الطرف الآخر تولي لي ناقص x أقل أو تساوي من 9 ناقص 5، انقلت زائد 5 إلى الطرف الأيمن يولي لي ناقص 5. ثم نتابع، ناقص 3x ناقص 3 ناقص x ناقص 4x أقل أو تساوي من 9 ناقص 5 تساوي 4. هنا فقط، هنا واش كاين الفرق بين المعادلة والمتراجحة؟ هنا فقط في المتراجحة، إذا راح نضرب في ناقص 1 باش نتحصل أو نقسم على ناقص 4 باش نتحصل على x، ولكن حذاري المتباينة تاعي راح تغير بالاتجاه تاعها. إذا نقسم قلت على ناقص 4 على ناقص 4 باش يخرج لي، لماذا ناقص 4؟ باش يخرج لي زائد 1، إذا بالتالي نتحصل على x حذاري أقل أو تساوي تصبح أكبر أو تساوي، تساوي ما تتبدلش تبقى دائما أو تساوي. إذا 4 على ناقص 4 تساوي ناقص 1. إذا حلول هذه المتراجحة هي كل الأعداد التي هي أكبر أو تساوي من ناقص 1. إذا نكتب
إذا كإجابة لازم نكتب حلول المتراجعة هي كل الأعداد الحقيقية التي هي أكبر أو تساوي العدد ناقص واحد. الآن نولي إلى سؤال آخر هو التمثيل البياني. إذا لتمثيل حلول هذه المتراجعة دائما واش راح ديروا؟ ترسموا مستقيم عددي دائما تنصفوه ديروا في المنتصف الصفر، ثم على اليسار تكتبوا ناقص ما النهاية. ما معنى ذلك؟ معناتها من ناقص ما النهاية لصفر هنا الأعداد السالبة. لاحظوا معايا مثلا هنا بعد قبل الصفر أو هنا قبل الصفر ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة إلى غاية ما لا نهاية من الأعداد السالبة. أما في الجهة اليمنى حيكون واحد اثنين ثلاثة إلى غاية زائد ما لا نهاية. الآن دائما راح نعين العدد اللي لقيناه اللي هو هذا العدد. لو كان خرجنا أربعة ندير أربعة، لو كان خمسة خمسة، ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة. هنا شحال خرج لي؟ ناقص واحد. إذا ناقص واحد نعينه هنايا، نديروه باللون اللون المخالف أو الأحمر باش يبان لكم. ناقص واحد يقع هنا عند النقطة هذه. ثم بعد ذلك ما هي حلول المترجحة؟ قلنا هي كل الأعداد التي هي أكبر من ناقص واحد. ما هي الأعداد التي هي ناقص واحد؟ هي كل هذه الأعداد. إذا من هنا من ناقص واحد إلى زائد ما النهاية هي حلول المتراجعة. إذا نكتب هنا حلول المتراجعة. ثم بعد ذلك عند الآن ناقص واحد راح ندير العارضة مغلقة، يعني ناقص واحد هو حل. أما هذه الحلول فهي نشطب عليها فليست هي حلول، ليست حلول متراجعة. إذا أتمنى فقط أنني وفقت في حل التمرينين هذه وشرحت بطريقة بسيطة إذا ومفهومة. إذا في أتوقف عند هذا الحد باش ما تجيكمش الفيديو طويل جدا. إذا أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الملتقى إن شاء الله مع تكملة التمرينين. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلبة سنة أولى ثانوي، ما زلنا معكم مع تصحيح التقويم التشخيصي اللي سبق تعرضته عليكم. إذا وصلنا للتمرين الثالث. يقول التمرين الثالث بسط العبارة التالية. إذا العبارة A هي 26 تقسيم 2 على 5 زائد 5 في 7 على 2. إذا التمرين هذا على الكسور. إذا اتبعوا فقط معايا هنا. إذا عندنا عدة عمليات. العملية الأولى هي القسمة ثم الجمع ثم الضرب، ولكن حذاري هناك دائما قواعد في هذه العمليات، كاين أولويات. إذا راح نسبق أولا كي تكون عندي عملية قسمة وضرب راح نسبق دائما بالقسمة والضرب، ولكن الاتجاه راح يكون من اليسار إلى اليمين. نبدأ على بركة الله. إذا أولا عندنا قسمة كسرين. الكسر الأول هو 26 على 4 تقسيم 2 على 5. كما نعلم حسب قواعد الحساب أن قسمة كسرين يساوي الكسر الأول. إذا عبارة A راح تساوي A تساوي الكسر الأول اللي هو 26 على 4 في مقلوب الكسر الثاني. إذا عندني 2 على 5 مقلوب تاعو راح يولي المقام بسط، والبسط مقام حيولي لي 5 على 2 زائد هنا عندنا ضرب كسرين. طبعا ممكن أن نضع 5 على 1 لا يؤثر. إذا البسط في البسط. إذا 5 في 7 تقسيم 1 في 2 اللي هي 2. نتابع بالتسلسل. إذا A تاعي ماذا يساوي؟ هنا فقط نلاحظ أن 26 يقبل قسمة أو 26 يقبل قسمة على 2. هنا عندنا 26 في 5 تقسيم 4 في 2 8. ممكن اختزال 26 على 2 و 4 على 2. وش يمدلي 26 تقسيم 2 لكي فقط أن أختزل الكسر. إذا هو 13 على 4 تقسيم 2 2 في 5 على 2 زائد 5 في 7 35 على 2.
نتابع العمليات. اذا كي نضرب 13 في 2 في 5 عفوا، واش راح يمد لي؟ طبعا ممكن استعمال الاله الحاسبه، راح يمد لكم 65 تقسيم 2 في 2 4 زائد 35 على 2. نلاحظ ان الكسرين ما لهم ليس لهم مقام مشترك. هنا ندير اذا توحيد المقامات، اذا باش يخرج لي المقام المشترك هنا هو 4، ناخذ 4 هو الاكبر. اذا نضرب هنا في 2 هنا في 2، واش يمد لي؟ يمد لي 65 زائد 70 على 4. بالآلة الحاسبة أو باليد فقط حتخرج لكم العدد التالي 135 على 4. 135 على 4 غير قابل للاختزال. في الأخير واش عندي؟ عندي أ تاعي يساوي 135 على 4. أتمنى فقط أن يكون الشرح واضح للجميع. نتابع السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول اكتب ب على شكل ا جذر ب حيث ا و ب عددين طبيعيين. اذا حذاري من هذه المعلومه، ما لازمش ا و ب عددين نسبيين او ناطقين، لازم تلقاوه اعداد طبيعيه. اذا نبداو على بركه الله. عباره ب تساوي 3 جذر 75 زائد 2 جذر 48 ناقص جذر 12. اذا هذا يخص درس الجذور. هنا واش راح ديروا؟ دائما طبقوا القاعده التاليه. راح نحاول نكتب 75 و 48 و 12، يعني الأعداد اللي راهي داخل الجذور، على شكل جداء مربع تام في عدد. ما معنى ذلك مربع تام؟ حنا واش عندنا المربعات التامة؟ تامة. إذا عندنا قائمة كاين 4، كاين 1 مربع تام، 4، عندنا 9، عندنا 16، 25. اكتفي بهذا القدر، كاين هناك اعداد كثيره ولكن اكتفي بهذا القدر. واش راح ندير؟ راح نقسم كل هذه الاعداد اللي راهي داخل الجذور، راح نحاول ان نقاولها على ماذا تقبل القسمه من هذه الاعداد او من هذه المربعات التامه. نبداو ب 75، نعلم ان 75 ينتهي ب 5، ما راحش يقبل على 4، ما راحش يقبل على 9، ما راحش يقبل على 16، ولكن أعلم أنه يقبل على 5. إذا راح نحاول أن نقسم 75 على 25. إذا كي نقسم 75 على 25 بالآلة الحاسبة أو فقط ديروها باليد، راح تلاحظوا أن 75 هو عبارة عن 25 في 3، بالتالي تخرج لي عبارة ب. هذه أول خطوة، 3 جذر 25 في 3. نتابع نفس الشيء للعدد 48. إذا على ماذا يقبل من المربعات التامة؟ إذا نحاول مع 4 أو 9، إذا راح نلقاو أو 16. إذا نلاحظ أنه يقبل قسمة على 4 ولا يقبل على 9 ولكنه يقبل على 16، راح ندي أكبر عدد تام. إذا نأخذ 16. 16 كي نقسم 48 على 16 واش يمد لي؟ راح يمد لي 16. 48 تساوي 16 في 3. نتابع نفس الشيء ل 12، راح يقبل قسمة على 4. إذا نكتب 3 في 4. إذا هذه هي خطوات التي تستعمل في الجذور، راح تكون إن شاء الله تسهلكم الأمور. هنا واش راح ندير؟ الخطوة التي تليها راح أفكك الجذور. ما معنى تفكيك الجذور؟ راح نكتب ب تساوي 3، نفكك جذر أ في ب هو جذر أ في جذر ب، راح يكون جذر 3 في جذر 25 في جذر 3. نفس الشيء للأعداد الأخرى، 2 جذر 16 في جذر 3 ناقص جذر 4 في جذر 3. بما أن 25 و 16 و 4 يعني مربعات تامة، واش راح تخرج لي؟ هنا 5 و 2، هنا 4 و 2، وهنا 2 و 2، حتخرج الجذر 25 هي 5. نتابع. إذا قلت جذر 25 هي 5، إذا 3 في 5 في جذر 3 زائد 2 جذر 16 مربع تام هو في 4 في جذر 3 ناقص جذر 4 هو 2 جذر 3.
ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن جذر 3 عامل مشترك بين كل مجاميع هذه الأعداد. إذا مش راح ندير؟ راح نحو كعامل مشترك، ولكن ما نسبقش به، راح نكتب عبارة ب تساوي، تبعوا فقط معايا، نفتح قوس كبير هكذا، ثم نكتب أولا الأعداد هذه، 3 في 5 15، ثم زائد 2 في 4 8 ناقص 2، نديه بالإشارة تاعو، نغلق القوس، جذر 3، نسبق بالأعداد ثم بالجذر. إذا ب تساوي، إذا 15 زائد 8 ناقص 2 16، جذر 3. إذا هذه هي عبارة ب. أتمنى فقط أن يكون الشرح واضح للجميع. إذا نتابع التمرين الأخير. إذا التمرين الرابع يقول اختر الإجابة الصحيحة. وش معناتها؟ عندك عبارة، العبارة الأولى هي 4 إكس مربع ناقص 1، يا إما تختار الإجابة الأولى أم الثانية أم الثالثة. نلاحظ وش نلاحظ هنايا، 4 إكس مربع ناقص 1 هو فرق بين مربعين. ما معنى فرق بين مربعين؟ يعني نجي لهنا حنكتبها لكم تفاه ممكن كتابته. لاحظوا، إذا 4 إكس مربع، 4 إكس مربع ناقص 1 ممكن كتابته على شكل 2 إكس الكل مربع ناقص 1 مربع. إذا بتطبيق الجداءات الشهيرة واش راح يساوي؟ راح يساوي لي أ ناقص هذا أ ناقص أ مربع ناقص ب مربع، قلنا أنه يساوي أ ناقص ب في أ زائد ب. إذا هذا هو أ والواحد هو البي، نطبق عليه الجداءات الشهيرة واش يصبح؟ يصبح 2 إكس ناقص 1 في 2 إكس زائد 1، وبالتالي واش راح تكون الإجابة؟ هل هي الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ إذا الإجابة الصحيحة راح تكون الإجابة 2. إذا نسطر عليها أو نضعها في إطار، الإجابة 2 هي الصحيحة. نتابع العبارة 2 هي x مربع زائد 8 x زائد 16. هل هي الإجابة الصحيحة هي x ناقص 4 الكل مربع، أم x زائد 4 في x ناقص 4، أم x زائد 4 الكل مربع؟ الآن أول شيء نلاحظ أن هناك ثلاث حدود بيناتهم، دائما الثلاث حدود بيناتهم زائد. إذا أولا راح نلغي هذه المتطابقة الشهيرة لأن كاين هنا ناقص. ثم الإجابة الثانية هذه عبارة عن x زائد 4 في x ناقص 4، كأننا عندنا a زائد b في a ناقص b. هنا طمدنا الجداء الشهير الثالث اللي هو أ مربع ناقص ب مربع، يعني عندي حدين فقط، إذا هذه أيضا تلغى. ثم وش يبقى لنا الحل الأخير؟ راح يبقى لنا الحل الثالث هو الحل الصائب اللي هي إكس زائد 4 الكل مربع، نضعها هكذا في إطار. أتمنى فقط أن تكون إجابات واضحة. ثم بعد ذلك السؤال الذي يليه يقول ما هو نصف 14 في نصف الكل أس 5؟ هل هي 7 واحد أس 5 اللي هو 1، يعني هي 7 هنا، أو 7 في نصف الكل أس 4، أم 7 أس 5؟ لاحظوا معايا، راح ندير نتخلص من الإجابات الخاطئة باش تخرج لنا الإجابة الصحيحة. هنا فقط للتحقق، هنا 7 على 1 أس 5 كم تعطينا؟ راح تطمد لنا 7 على 1، 1 أس 5 7، إذا هذه الإجابة تكون خاطئة. ثم نجي للإجابة الأخيرة، 7 أس 5 هذه أيضا راح نلغيها، لأن هنا عندي 14 في نصف الكل أس 5، إذا أين العدد 14؟ لا يظهر هنا، إذا تلغى هذه الإجابة. إذا بالضرورة راح تكون الإجابة الثانية هي الحل. لماذا الإجابة الثانية؟ راح نشرحها لكم لماذا، تبعوا فقط معايا. إذا شوفوا التعليل وعلاه، إذا 14 كيف ممكن كتابته بطريقة أخرى؟ ممكن كتابته على شكل 7 في 2، والنصف هنا أس 5، تفكيك الأس حتخرج لي 1 أس 5 على 2 أس 5، وهنا أيضا تساوي 7 في 2، 1 أس 5 هو 1
وهنا 2 أس 5 ممكن نفكو على شكل 2 × 2 أس 4 تفكيك الأسس فقط. إذا ثم بعد ذلك واش راح ندير؟ راح نختزل 2 اللي راهي في البسط مع 2 اللي راهي في المقام. إذا كم تصبح؟ إذا هنا تخرج لي النتيجة 7 × 1 = 7. إذا 7 × 2 أس 4. 7 × 2 أس 4 ممكن كتابتها بشكل آخر تساوي 7 × 1/2 أس 4. كأنني لم أفعل شيء، لأن 1 أس 4 1 على 2 أس 4 وتخرج لي 7 على 2 = 4. أتمنى فقط أن يكون مفهوم. إذا الحالة الأخيرة، عندي إكس مربع ناقص 4 على إكس ناقص 2. طبعا إكس لا لازم يختلف عن 2. إذا ما هي الحالة الإجابة الصحيحة؟ هل هي إكس ناقص 2 أم إكس زائد 2 أم إكس مربع ناقص 2 على إكس ناقص 1؟ لاحظوا معايا، بما أن قلت أن إكس مربع ناقص 4 هنا في البسط عندنا فرق بين مربعين، إذا ممكن كتابته على شكل إكس ناقص 2 في إكس زائد 2، لأني عندي فرق بين مربعين، أ مربع ناقص ب مربع يساوي أ ناقص ب في أ زائد ب تقسيم إكس زائد 2. واش راح ندير؟ راح نختزل إكس زائد 2 مع إكس زائد 2، علما أن إكس يختلف عن طبعا عفوا هنا ناقص 2 وليس زائد 2، طبعا علما أن إكس ناقص 2 إكس يختلف عن 2. إذا كي نختزل العامل هذا اللي هو إكس ناقص 2 على إكس ناقص 2، وش يبقى لي؟ يبقى لي إكس زائد 2، وبالتالي الإجابة صحيحة هي الثانية اللي هي إكس زائد 2. أتمنى فقط أن يكون الشرح كافي ووافي للجميع. وفي الأخير ما علي إلا أن أقول لكم مراجعة موفقة وعام موفق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.